دولة معروفة عالمية، معروف يعني ما يحتاج نتكلم عنها قدها، اسمها يعني معروفة بطولة عالمية. بريف 57 اليوم احنا لعبنا فيها، وطبعا اول فايت انا نزلت فيه، وزي ما انتم شايفين البحرين ضد لاعب لبناني، والحمد لله توفقت وفزت بعد ما كان معسكر جدا قوي. تعسكرنا وتدربنا تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وإن شاء الله بنقدم الأفضل يعني دام، يعني إحنا محصلين دعم من صاحب السمو، إحنا ما راح نوقف إن شاء الله بإذن الله، وراح نستمر وبإذن الله. هاي المستوى بتشوفه مستوى أقوى من جديد إن شاء الله، مو بس لي أنا كلاعب بحرين، للبحرين بصفة عامة، لكل بحرين وكل لاعب بحريني. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية راح يكون لعب أفضل وأقوى في بريف القادم. شيء بدي أتشكر الشيخ خالد بن حمد الخليفة على تنظيم هذه البطولة، وعلى الدعم الدائم لكل الفايترز اللي هن عم بضلوا يعملوا شوز، عم بضلوا يعملوا إيفنتس، فالفايترز عم بتضلها على طول بيزي. وإن شاء الله التمرين كان جاهز إذا الله راد، وجاهزين للمباراة كتير منيح، وإن شاء الله لقلنا الفوز. Let's go.